ننتقل مع حضراتكم لملف الصحة ومنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر. طبعا زي ما حضراتكم عارفين محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى اللي بيتم فيها تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بهدف تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، وكمان في متابعة مستمرة لمعدلات العمل في المنظومة. يمكن كان آخرها جولة تفقدية النهاردة لوزيرة الصحة شملت المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية الخدمات المقدمة للمواطنين. طيب خلوني أقف مع حضراتكم على أكتر يعني ما تم في هذه المنظومة، خصوصا المتعلق بهذه المنظومة، أعداد المتقدمين لهذه المنظومة، تكلفتها في الأقصر. بينضم لي عبر الهاتف دكتور إسماعيل العرابي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في الأقصر. دكتور إسماعيل، في البداية برحب بحضرتك على شاشة أكستر نيوز. لو تطلعنا على آخر المستجدات العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر، هنتكلم عن عدد مواطنين سجلوا بياناتهم بالفعل في هذه المنظومة. برحب بحضرتك أستاذ ندب كل أستاذ المشاهدين. محافظة الأقصر ثاني محافظة بعد محافظة بورسعيد، هي من ضمن محافظات المرحلة الأولى، ثاني محافظة دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل. هيئة الرعاية الصحية نفذت فيها 6 مستشفيات و59 وحدة صحية. عدد مواطنين محافظة الأقصر حوالي 1,200,000 نسمة. تم تسجيل حوالي 990,000 مواطن حتى الآن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وفتح 254,000 ملف عائلي من إجمالي المواطنين لتقديم الخدمة الطبية ليهم. طيب لو حضرتك تكلمنا عن التكلفة المالية لهذا المشروع، احنا بنتكلم عن كم عدد المنشآت الصحية العاملة ضمن منظومة التأمين الصحي في المحافظة؟ حضرتك التكلفة المالية لمشروع التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر بلغت حوالي 9.6 مليار جنيه، 7.3 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر انضمامها للمنظومة بالمحافظة، 1.8 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية والغير طبية للمنشآت، 525 مليون جنيه تكلفة التشغيل لمدة 3 شهور. دخلت محافظة الأقصر فيها 59 مركز وحدة صحية و6 مستشفيات لحد الآن دخلوا المنظومة. تم تشغيل 38 وحدة ومركز و5 مستشفيات، وتم تسجيل 32 وحدة ومركز داخل هيئة الاعتماد والرقابة وتعاقدها مع هيئة التأمين الصحي الشامل لتقديم الخدمات الطبية المتنوعة لأهالينا في محافظة الأقصر. طيب دكتور إسماعيل، يعني يمكن إحنا شايفين التحول أو الاتجاه نحو التحول الرقمي في أكثر من منظومة سهل الكثير من الخدمات، يمكن عمل حصر بشكل أو بآخر في الأقصر تحديدا. الاتجاه أو اتجاه نحو التحول الرقمي إزاي سهل على حضراتكم معرفة المواطنين، حصر عدد المواطنين والمتقدمين أيضا لهذه المنظومة؟ في محافظة الأقصر الحمد لله تم تفعيل النظام الإلكتروني والتحول الرقمي ب 29 وحده ومركز وحده صحيه تابعه لهيئه الرعايه الصحيه بنسبه تشغيل 100%. تم تدريب العاملين على كيفيه تشغيل هذا النظام بما يخدم كيفيه التحول الرقمي واستراتيجيه الهيئه. احنا اهم كانت من ضمن الاستراتيجيات بتاعتنا واهم الاستراتيجيات بتاعتنا الغاء كل التعاملات الورقيه وتصبح اول هيئه ذكيه رقميه، نحقق من خلالها ادخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والمستشفيات الافتراضيه والروبوتات الذكيه في خدمه وعلاج المرضى بما يتوافق مع جهود الدولة المصرية في بناء مصر الرقمية الحديثة بناء على تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح. طيب يمكن احنا شفنا في منظومة التأمين الصحي في تخصصات دخلت جديدة في عدد من المستشفيات في بعض المحافظات، ماذا يتعلق بمحافظة الأقصر؟ هل في تخصصات دخلت عند حضراتكم جديدة، عمليات بيتم إجراءها لأول مرة بشكل أو بآخر؟ احنا تم تفعيل الخدمات الطبيه في جميع وحداتنا ومراكزنا بدايه من تفعيل دور طبيب الاسره في الوحده الصحيه والمركز وفتح الملف ونظام الاحاله والتوجيه للتوجه لعيادات المستشفى. فتحنا في جميع مستشفياتنا خدمات صحيه متقدمه، خدمات القلب المفتوح وجراحات المخ والاعصاب والجراحات النوعيه وجراحات الشرايين وسطره القلب في كل مستشفياتنا والخاصه التابعه لهيئه الرعايه الصحيه. طيب سؤالي الأخير لحضرتك متعلق بالنظام أو نظم الفندقية في مستشفيات المتواجدة في الأقصر، يعني كيف تتميز هذه المستشفيات بهذا النظام تحديدا لتقديم يمكن خدمات للمواطنين؟ حضرتك محافظة الأقصر تعتبر أهم المحافظات السياحية في مصر وعلى مستوى العالم. إحنا كان هدفنا استقطاب السياحة العلاجية تحت مسمى نرعاك في مصر عشان تصبح محافظة الأقصر هي
ايقونه السياحه العلاجيه في مصر. تم تجهيز اجنحه فندقيه على اعلى مستوى تواكب السياحه العلاجيه المصريه في جميع مستشفياتنا، وكمان تقديمها خدمه لاهالينا المصريين واهالينا في محافظه الاقصر، خدمه فندقيه سواء بغرف احاديه او ثنائيه، خدمات فندقيه تشمل الاغذيه والمشروبات والاستقبال وخدمه العملاء والاشراف الفندقي، وايضا خدمه الديكور والاساس والنظافه والذوق العام. احنا حسنا المنظومه كامله، وده اقل حاجه نقدر نقدمه لاهالينا في محافظه الاقصر وفي مصر كلها ان شاء الله. طيب دكتور اسماعيل، اخيرا الجزء المتعلق بالسياحه العلاجيه والمنظومه الفندقيه دي بتشمل المدرجين تحت منظومه التامين الصحي فقط ام اي مواطن بشكل عام، وهل مصري وغير مصري ام للمصريين فقط؟ منظومه الخدمات الفندقيه بتشمل كل اهالينا المصريين سواء جوه محافظه الاقصر او خارج المحافظه، وايضا كل السياحه والوافدين على المحافظه من جميع انحاء العالم ان شاء الله ترقى لرضاهم، وخدمه ان شاء الله تبقى على اعلى مستوى باذن الله. ان شاء الله. دكتور اسماعيل العربي مدير فرع الهيئه الرعايه الصحيه بالاقصر، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر.